لا بيناتنا انوار والله زحمقتيني بالله. مريم غندوزو للمفاجاه اللي قلنا كيف اول حاجه غنبداو لكم بها هو العنوان. حنا كنتواجدوا دابا في كازا درب سلطان قصريه الحفاري. هذه البنات اللي كتشوفوا معايا دابا هذه هي مدرسه انقره. بالنسبه خويا سفيان هذه الزنقه شنو سميتها؟ هذه زنقه معموره اختي مريم. زنقه معموره هذه هذه مدرسه انقره. مدرسه انقره اللي جاي على شارع محمد السادس على كراج علال. قصريه اللي جاي على كراج علال طالع غيدوز على يدور مع يدور مع قصريه بدر. اي تمجينيش انا هذه زنقه معموره. زنقه معموره. غير تمجينيش انا غنبقى مدرسه انقره على ديك اليمن. هي مدرسه انقره هي هذه. وفاص معاها وفاص معاها السوق ديال الذهب. ايتم جاي غير قصريه الحميديه اللي هي هذه قصريه الحميديه. هاي قصريه غيتم جاي معها نيشان نيشان مع زنقه معموره. هاي القى ازياء هبه فرع واحد الفرع الاول البنات ملاصق مع حلويات السراج. ها هو هذا باتيسري السراج الصغير اللي حدا مدرسه انقره كنقولوها وكنعاودوها. هنا ازياء هبه الاول اللي لاصق باتيسري السراج اللي حدا مدرسه انقره كتدخلوا مع هذه الزنقه نيشان. مريم اللي غيجي من السينما ديال موريتانيا من هنا من هنا هنا سينما موريتانيا هاد الزنقه. هي كتكون محلات عامره حيت دابا هي السينما موريتانيا مكتوبه البنات كتدخلوا مع هاد الزنقه. غيدوروا على غتلقاو ازياء هبه. ها هي غتلقاو حلويات السراج غتلقاو غادي نيشان البنات. مسجد بن جلول اللي هو ها هو. ها هو مسجد بن جلول هو هذا اللي هو هذا. كنحاولوا نصوروا لكم البنات في الصباح باش ما نشدوا حتى شي حد ما حد الدنيا خاويه. كما كتعرفوا درب سلطان تيكون عامر. هانتوما هذا هو المسجد تاع بن جلون. كتمشيو معاه نيشان راهي قريب الفرع الاول راه قريب للثاني البنات واحد 5 دقائق. ما كاينش 5 دقائق دقيقه دقيقه. هو الفرع الاول الفرع الثاني ماشي مشكل. يجيو عندنا الفرع الاول حنا كنعتو لهم كل شيء. كتبقاو غاديين البنات حتى تلقاو كاش بليس. وبالنسبة خويا سفيان اللي جاي من هنا اللي من الساحة من الساحة غيطلع يدوز على الملكية. غيدوز على الملكية. مجينيش مع الملكية غيدور على اليمن. الزنقة الأولى على اليمن غير يفوت الملكية الزنقة الأولى على اليمن الكبيرة. كبيرة كاش بليس ويهبط غيوصل كاش بليس. هاي هنا هاي كاش بليس البنات غنوريوها لكم. هي جاي على الملكية هي هادي الزنقة الأولى على اليمن. وصل هاي شتي كاش بليس غدوري مع الزنقة ديالها ما تكون فين تلفوا البنات والناس اللي جايين من عند ازياء هبه الفرع الاول غيوصلوا. كاش بليس اللي كاين هايا هايا كاش بليس كدور مع الزنقه ديال كاش بليس غتلقاو الفروع ديال ازياء هبه كيف ما كتشوفوا معايا. ها هما كتهبطوا حتى لتحت البنات كتلقاو على يدكم اليسار جوج المحلات. ها هو ها هادو وما هادو المحلات البنات. هذا الفرع الاول وهذا الثاني اللي كيكونوا فيه جلابه. هذا الفرع الثالث واللي كنشوف اونفاس معاهم. وهنا البنات شوفوا معايا هذا هو المحل اللي فتح حد الدار اللي تفتتح ازياء هبه. يعني ما عندكم فين غتلفوا. معنا البنات اليوم مجدي لينا ازياء هبه واحد السولد اللي خطيره البنات. اجيو معايا نكتشفوا مجموعين. السلام عليكم سفيان. السلام عليكم اختي مريم. كيداير اخويا لاباس عليك؟ اختي بخير صحتك لاباس امور مزيان. الله يبارك فيك اخويا. مرحبا بك ومرحبا بالمتبعين ديالك بحال ديما. ربي يخليك اخويا سفيان. وعشر مباركه. الله يبارك فيك. والله يكمل علينا سيدنا رمضان بهذ 10 ايام الاخرى اللي بقات بالبركه والتيسير لجميع الناس. يا ربي الناس. امين. الله يسر جميع الناس. يا ربي امين. اجي نمشيو عند المايسترو. السلام عليكم خويا انوار. مرحبا الله اختي. كيداير لاباس عليك؟ كيداير بخير كلشي مزيان. عواشر مبروكه وعواشر مبروكه المتتبعين ديالنا كاملين ومرحبا بهم. الف مرحبا. اليوم كاين واحد السولد خطير كبير. كاين واحد السولد واحد الهوته كبير. السولد كبير اليوم البنات. واللي ما لبس شي جلابه يجي عند ازياء هبه يلبس جلابه باش ما بغى. دير لينا شي سولد سولد خطير اختي مريم. يلاه الثمنه مناسبه. بغى يبرعكم اختي مريم. هاد العواشر الناس مساكن في محل مقصحين. مقصحين كاين اللي باقا ما خداش جلابه. مقصحينهم الوليدات وبغيت حتى هما ثاني شويه الوليدات وشويه ليهم. حنا يجيو عند ازياء هبه دايرين اثمنه مناسبه وكل شيء علبه الجلابه ان شاء الله باذن الله. واللي عجبني البنات هنايا راه تبارك الله ما شاء الله الكميه موجوده. الكميه اختي مريم موجوده والحمد لله. وعندنا اتساع فين يدوروا الناس. كاين المحلات تبارك الله موجودين ديال الجلابه ثلاثه المحلات. الاتساع موجود ما كنلقاوش داك واخا كيكون علينا الضغط بزاف. ولكن بعد الحمد لله عندهم فين يقيسوا. عندهم فين يقيسوا كاين كل شيء. ولكن كيكون علينا الضغط بزاف اختي مريم. المتتبعين ديالنا اللي ما جاوبناهمش يسمحوا لنا بزاف راه حنا كيكون علينا واحد الضغط كثير بزاف. الناس اللي جاو راه شافوا البنات المحل كيفاش كيكون عامر. المتتبعين ديالنا اللي كيجيو للمحل
راهم كيشوفوا كلشي العيد وكيكون علينا واحد الضغط كثير. وبالنسبه لبنات الجنود الخفاء معنا، السلام عليكم خويا، كدير لاباس عليك؟ بخير الله يبارك الله فيك. هذا اختي دري مصطفى كيكون هنا في المحل اكيد. سهام تاعي كاينه، سهام هادو هما جنود الخفاء البنات، هادو ما تيبانوش كيكونوا هنا في المحل. وكاينه حتى هاجر، السلام عليكم هاجر، كديره لاباس عليك؟ بخير عليكم بالعشر الاواخر ان شاء الله. الله يبارك فيك اختي، بصحه وسلامه طولت العمر ومرحبا بيهم. هاد السيمانه كامله راه كنا حالين بالليل ومن مورا الفطور، مرحبا بهم. ربي يخليك اختي هاجر، ان شاء الله صولت زوين، كلشي يستافد هاد 20 هاد السيمانه اختي مريم، كلشي ان شاء الله يستافد مع ازياء هيبه. بالنسبه للصولت هاد 10 ايام كامله صولت اختي مريم، غتكون صولت كبير كلها صولت هاد 10 ايام كامله، حال في المايسترو تيلبس المغرب كامل ياك. هاد 10 ايام هادي باقا دابا 10 ايام ان شاء الله يا ربي الصولت فيها خطير، واللي غيستافد غيستافد في هاد الصولت دابا مور العيد راه غادي تبدل الاثمنه. يلا البنات ساليه، الناس مقصحين الله يحسن العوان، وعندهم وليدات كان اللي كيشري حويجات لوليداته ما كيبقاش يشري جلابه، ولكن عاد ازياء هبه غادي يلبس جلابه بثمن مناسب. يلا البنات ما يلبسهاش ب 600 درهم وما يلبسهاش ب 400 درهم، 500 درهم اقل. نبداو اخويا انور، مرحبا. شوفوا معايا البنات، ها هما البنات. انا اختي مريم شوف الموديل كي داير، شوفوا لي موديل غزال هذا، موديل خطير. الناس اللي كيبغيو شي حاجه ايفازي ايفازي اختي مريم، والخدمه انيقه، شوف الخدمه كي دايره. باش نبداو نبداو بهاجر باش ما بغيت خويا سفيان. هذا الثوب ديالها، هذا الثوب ديالها بحال هذا كريب دو سوا طايح رقيق، حيت عندنا جوج انواع ديال الكريب، كاين الكريب اللي شويه غليظ وتا هو طايح، هذا الكريب دو سوا رقيق طايح، زواقه جديده، ديزاين جديد ديال التعصاب اخر ماكينه اختي مريم. شوفي معايا لي ديتاي كيفاش عاملين، شوف هاد الكوغاي اللي لابسه اخت هاجر، هذا الصومو كوغاي احسن ما كاين في الالوان. هذه القياسات اللي فيها متوفرين من السمول 4 اكس ال اختي، وشوفوا لي البلوغ، شوف البلوغ تبارك الله تا هو بالمارياج ديال لي كولور اللي فيه، تبارك الله ما شاء الله كل لون كيف كنقولوا ديما المارياج. هذه القياسات حتى لاش حتى للطول؟ ما حتى ل 4 اكس ال حتى ل 4، وشوفوا لي هذا الفيغ او هذا تا هو شحال غزال. البلو الفيغ او اختي مريم، شوفوا لي شي حاجه غزال. وبالنسبه للثمن غادي يفاجئك الاخ انور اختي مريم، الثمن ديالهم الثمن اختي مريم 150 درهم، 150 درهم 150 درهم البنات، هاد الجليبات هاد اللي كتشوفوا معنا دابا، الناس اللي كيبغيو شي حاجه ايفازي فيها خدمه نقيه وفيها. هذا غير سولد اخويا، هذا سولد اختي مريم ديال المناسبات ديال العواشر، سولد 150 درهم، هذا غراتوي للمتتبعين ديالنا كيستاهلوا. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله الجليبات كيفاش دايرين اختي مريم. دابا حنا شوفوا معايا هاد اللي لابسه هاجر، شوف اللوينات كي دايرين حقيقه، لون جلابه خطير اختي مريم ب 150 درهم، غراتوي للمتتبعين ديالنا وعواشرهم مبروكه ومرحبا بهم عند ازياء هبه. تجي الحد في القلب. وبالنسبه للكميه نقولوا لهم سارعوا، كميه يسارعوا، كميه محدوده لان تبارك الله ما شاء الله المتتبعين ديالنا كثار. وكاين اللي كيحتاج الجمله ديالهم. هاتي اختي مريم هالالوان ديالهم، هانتوما البنات ما بقاتش 170 اليوم. هانتي اختي مريم كانت 170، ها هي اختي مريم 170 طارت، هاد ولي ب 150 درهم. هادي هي الكونتيتي اللي كاينه البنات، كاينه الكونتيتي، كاينه الكونتيتي اختي مريم. اجمعي اجمعي هنا هانتوما، ها هما شوفوا لي الالوان كي دايرين اختي مريم، هي 170 ما بقاتش 170 البنات اليوم، كاين غير 150 درهم، 150 درهم شوفوا لي جلابه ب 150 درهم اخر ما كاين. غنقول لكم غير سيريو البنات، انا اختي مريم شوف اللوينات كي دايرين، كاين هذا اللون هذا الموطا تبارك الله، شوف هذا الموديل هذا تا هو راه فيه موديلات اختي مريم، ماشي موديل واحد، ديزاين ما كيشبه ديزاين، ما كيشبه ديزاين باغ ميليتير تحمق. يلا البنات ما بقاتش 170 اليوم، غتولي غير شوفي معايا 150 درهم 3000 ريال. شوف هذا اللون هذا ما هو طابه تبارك الله، اللي غنقول للناس تاع خارج كازا راه فين الزواقه اختي مريم، ماشي هذيك الزواقه، سارعوا لان البنات مع العيد غيولي مشكل في الليفريزون، سارعوا هذه السيمانه البنات. شوفوا لي زواقه تبارك الله 150 درهم، خليكم معنا البنات، باقي عندنا موديلات غزالين ما تمشيو فيه. هذا موجود، هذا زين اخر. ودابا غندوزو المحل اختي مريم كله صول، الا اللي ما بغاش يجي عند ازياء هبه ياخذ قفاطات. اليوم عندنا واحد الصول المتتبعين ديالنا في قفطان ديال جوهره واعر، شوف شوف القفطان ديال جوهره كي داير، اللي بغات تلبس قفطان ديال جوهره في العيد. ها انا اختي مريم فيطة ديال جوهرة سولديناه اليوم اختي مريم 350 درهم، 350 درهم اللي بغات شي قفيطين ديال جوهرة البنات. هذا ديزاين ديال الوريضة، هذا ديال السبولة، شوفي معايا اختي السبولة هذه، هانتوما البنات راه بالحزام ديالهم. شوفوا اللوينات
بالنسبه خويا انوار القياسات القياسات اختي مريم حتى ال 5 اكس ال حتى ال 5 اكس ال البنات شوفوا لي اللوينات وشكيلات جوهره بالمجيد لات اختي مريم جوهره على السبع طويله بشير اختي مريم هذه اختي مريم ديرنا هذه الجوهره هذه المناسبه ديال العيد اللي بغات تلبس قفطان جوهره نهار العيد تجي عند ازياء هبه 7000 ريال 7000 ريال اختي مريم وكاين الالوان وكاين الاشكال خويا سفيان يلقاو الثمن في شي بلاصه لا والو مستحيل اختي مريم هذه على فكره جوهره اختي تجي والناس هدايا من السعوديه كادو 7000 ريال هاتشوف جوهره عندنا موجوده 7000 ريال جوهره عندنا موجوده 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 ديال بصح جوهره مخيطه هذه 350 350 درهم ساريو البنات شوفوا لي تبارك الله الثمن هذا يتبدا محدود اختي مريم غير التثمينه هذه العرض محدود التثمينه الثمن محدود اللي بغى يسارع تاخذ قفطان ديال جوهره 350 درهم وثمن محدود العرض محدود البنات محدود. غير حتى العيد ان شاء الله باذن الله يلا بغيتكم كامل تستافدوا من هذا العرض هذا حتى 4 اكس ال البنات وكنتي تشوف اختي مريم شوفوا لقيتيني كنقيس وار وار شوفوا لي البنات احسن لون البنات شوفوا لي نيود هذا وار شوفوا انا اختي مريم شوفوا لي شوفوا لي قفطنات ديال جبناها اختي مريم متتبعين لابس قفطنات في العواشر زال البنات هذا شو الحزيمات ديالهم الفينيسو ديالهم كي دايره شوفوا لي البنات دابا غير 7000 ريال خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرين كيف ما كنقولوا لكم دائما موديل كينسيف موديل شوفوا معايا دابا ندوزو للمرمى اختي مريم اللي عليها الطلال كثير بزاف خويا سفيان كنا كنا في واحد كونتيتي كبيره ايوا وسرات هذه كونتيتي واللي دابا عاودناها بلوان جداد هادو لوان جداد اختي مريم على فكره هاد المرمى عليها طلب كثير وغادي نصدمك في الثمن في الاخر انوار قال لي غير دائما تشوف كريب كريب دو سوا ايفازي ايفازي مرمى في راسكم مرمى دايره في الطوق بالنسبه للقياسات متوفرين من سمول 3 اكس ال وشوفوا معايا البنات عاوتاني حتى هاد الجلابه هذه يو غوس تبارك الله كي غزال البنات هذا شوفوا لي الكميمات هانتوما غزال شوف الطريقه ديال الخدمه سامبل كتجيب المرمى شوف كريب اي الكريب دو سوا طايح هذا على فكره ذاك الرطب اختي مريم شوفوا لي هاجر شو هاجر ضربه الغوص فيشير احسن ما كاين اختي فيهم الوان كثار ولي طاي متوفرين من سمول 3 اكس ال اختي مريم والثمن هو غيفاجئنا به المايسترو ديالنا والثمن اخويا انور على فكره كانت سولديا هي ديجا هاي هي هذه اختي مريم شاف سولديا شحال غادي انور اليوم؟ هذا اخويا سفيان اصلا مسولدينا حنايا 20 درهم ولكن اليوم المتتبعين ديالنا ولكن سولد محدود عرض محدود عرض محدود شحال غتخلي علينا؟ 180 درهم 180 درهم جلابه ماشي صح 180 درهم عند الزئيبه 200 درهم سولديا غتهبط 180 كمية ها والكميه موجوده موجوده اليوم انور راش قال لي صافي قال لك عطي البنادم يلبس بغينا كلشي يلبس ما كرهناش البنات ندعو عليكم حتى ب 50 درهم وكلشي مرحبا به كلشي يجي عندنا مرحبا بهم كيبقاو فينا الناس اللي ما عندهمش يلاه مضاربين مع الوليدات البنات غير شي حاجه اختي هاجر تلبس الجلابه جيب 3600 ريال وتلبس الجلابه ديال المرمى عند ازياء هبه 3600 شوف ماشي ماشي 400 درهم ماشي 500 درهم هذه مش غريبه على المايسترو ديما كيفاجئنا بالاثمنه ها انتوما خويا انور تبين كاين واحد الصول خاطر في العقيق اللي ما لبستش العقيق اللي ما عمرها لبست العقيق غتجي تلبس العقيق عند ازياء هبه ثمن مناسب انا اختي مريم انوار سيد الالوان شوفوا لي البنات شوف اختي مريم العقيق خدمه كي دايره هذا خويا مخزنيه مخزنيه اختي مريم ياك مخزنيه شوف كيفاش دايره شوفوا لي التنبات كيفاش دايره البنات الخدمه خدمه العقيق ما تصونوا اختي مريم اوريجينال شوفوا تبارك الله ومن بتا حبه على حبه شوفوا الخدمه من الداخل كي دايره باليد باليد تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي هذا الموديل اختي مريم معك خويا انوار وكاين هذا الموديل هذا شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كاينه اللي شارجي وكاينه اللي خفيفه انا اختي مريم واعره هذه شوفوا معايا كاين اختي مريم في الزواقات انا اختي مريم الزواقات كيختلفوا رجعت عندنا على الاشكال شوفوا لي البنات الشاقين بحال هكا كاين بحال هكا نفس الزواقات مختلفين خويا سفيان شوفوا هذا وسفيشير قول لي تبارك الله ما شاء الله كلشي مخزاني اختي مريم عندنا شامي كثار اختي مريم اكثر من شي 50 زواق وبالنسبه للقياسات قياسات متوفرين اختي مريم متوفرين عندنا حتى 5 اكس ال شوفوا لي ديزاين ما كيتبان ديزاين شوفوا لي الزواق عاوتاني شحال كتحمق هانتوما بغيتي شارجي بغيتي شي حاجه خفيفه جي عند ازياء هبه اليوم غتلبسي جلابه بالتبات لا بالتبات شي حاجه طوب اللي باقا ما خداتش جلابه تجي كتشبه في الزواقه انا هاد الويشة شوف الموطان خويا انور شحال غدير لينا الثمن اختي مريم 380 درهم ما بقاتش كاين لا 450 لا 400 380 درهم
يلا ساري على البنات. هاي هاي اختي مريم 450، وحتى الناس اخويا اللي شاهدونا الفيديو السابق راه كنا دايرين اليوم 450 في الفيديو السابق. الفيديو السابق اختي مريم كنا دايرين اليوم 450 درهم، ولكن دابا كاين واحد الصول واحد الهوته عند ازياء هبه. مرحبا بالمتابعين ديالنا اللي ما خدتش الجلابه تجي عندنا، مرحبا بها. واو شوفوا لي البنات الديزا، شوفوا لي الزواقه كيفاش دايره. دابا هذه اختي مريم ست صباع ما غتبقاش. اكيد شوفوا لي هذا اختي مريم صوت محدود، قلت لكم حتى العيد صوت محدود حتى العيد ترجع الثمن. اجا الثمن اصلا كميه اخويا انور، كميه كميه موجوده اختي مريم، كميه كمية موجودة تبارك الله ما شاء الله. حتى الناس خويا انور، حتى الناس اللي بغات تبدا المشاريع ديالها تجي مرحبا. اللي بغات تبدا المشاريع ديالها تجي عند مرحبا بها. راه كيبيعوا بالجملة. كنقولها وكنعاود نأكد صوت محدود. بغيت نسولك واحد السؤال غيسولوا حتى الناس، واش هذا ثمن التقسيط والجملة ولا جملة واحدة؟ هذا ثمن التقسيط والجملة اختي مريم. حيت صولد. صولد. كتقسي على الكمية اختي مريم. الكمية موجودة. الكمية اختي مريم. اخويا. تبارك الله. حتى الجالية المغربية كتبغي هكا جليبات بتنبات. شوفوا لي كمية موجودة وشكيلة البنات موجودين اللوينات والقياسات كل شيء كاين. شوفوا لي البنات ما يمكنش غادي نحل لكم كل شيء. خويا سفيان تقريبا شحال من زواقه كاين عندكم؟ 50 ديزاين فوق 50 فوق 50 جلابه ديال العقيق ديال فوق 50 زواقه الكاليتي والمخزاني. شوفوا لي شوفوا جلابه كي دايره اليوم عند ازياء هبه ليكيداسيون في المحل كامل. المحل عند ازياء هبه واللي بغى تلبس جلابه عند ازياء هبه مرحبا بهم. شوفوا لي البلو غوا الطرق ملاكي. انتم البنات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله، شوفوا لي الغوص فيشيا عاوتاني، شوفوا لي الديزاين، شوفوا الزواقه اللي في الغوص فيشيا تبارك الله ما شاء الله. موديل كينسيك موديل، زواقه كتنسي في زواقه. وبالنسبه للمتتبعين ديالنا اختي مريم هذه السيمانه هذه غنخليو لهم ثلاثه نوامر سبيسيال غيجاوبوا غير الكليان. ثلاثة نوامر ما يخدموش مع شي حاجة ما غير الكليان اللي كيعيطوا في التليفون. واحد الملاحظة البنات كنعتذروا الناس اللي عيطوا وما جاوبوهمش لأن كان الضغط. كيكون عندنا الضغط بزاف، ولكن هاد السيمانة أختي مريم باش المتتبعين ديالنا اللي خارج المغرب ولا اللي في المغرب يستافدوا تما بجليل هبة عند أزياء هبة في هاد العواشر هادي. حيتاش حنا غادي نديروا ثلاثة ديال النوامر أختي مريم غادي يخدموا غير في التليفون سبيسيال. أي نمرة عيطت غادي تجاوب. لأن البنات الناس اللي ما جاوبوهمش يسمحوا لنا بزاف. الله يرحم الوالدين يسمحوا لي. وبغيت حاجه وحده البنات، الناس اللي جاوا المحل يقولوا لهم كيفاش كان المحل. ثلاثه النوامر اختي مريم اللي غنخليو لهم في الشاشه الفيديو هما اللي غادي نكتبوا لهم بان ما هما اللي كيجاوبوا في التليفون باش النوامر الاخرين كيكونوا خدامين مع الكليان المباشر. شوفوا معايا انا اختي مريم شوفوا دابا جيت بحال النوار. شوفوا الناس العريسات ديالنا. واحد الحاجه اللي غنوريكم البنات، وريناكم المخزاني دابا كنوريكم في الايفازي. شوفوا لي هذه في صاله ايفازي الكتيفات، شوفوا كيفاش دايرين. هذه اختي مريم شوفوا هذه الصطه، هذه اختي مريم قل من هادو قل. هذه شحال دير لينا واحد الصوت خطير اليوم هذا. يلا برا هذه غادي نلبس المتتبعين ديالنا. هذه اختي مريم كادو المتتبعين ديالنا 300 درهم. هذا باش ما 6000 ريال 6000 ريال. واش حتى هذه اللي عند سفيان؟ حتى هذه اللي عند سفيان 6000 ريال. دابا هذه الرشمه هذه الرشمه هذه عقلوا معايا فيها الواد ديالها لي ايفازي. هذه الرشمه هذه بالضبط بالضبط دار فيها هذا الصوب عاد كنبيعوها ب 450 دار لها 300 درهم. هذه الرشمه هاي يلا كيستاهلوا المتتبعين ديالي كاملين كتستاهلوا اكثر من هادشي. ما كرهتش البنات نجيب لكم جليبات غير ب 50 درهم. بغيتكم كلكم تلبسوا في هاد العيد هذا، حتى وحده ما تخرج بلا عيد. هذه ديال 300 درهم ها واحد. شوف بغيت نبرعكم انتم ووليداتكم. شوفوا معايا البنات يا الوالد الشاف المايسترو غيحمقكم اليوم، جاب لكم موديلات غزالين. هذا ديال العقيق عند ازياء هبات والثمن سفيان غيلقاو الثمن في شي بلاصه. مستحيل غير عند المايسترو. انا دابا نجيك دابا انا معاك كنشجعو وما فاهم والو. صدمنا المايسترو ديما كيدير لنا مفاجآت، ديما كيدير لنا مفاجآت. نلبسوهم كاملين بغينا كلشي يلبس البنات هذا كلشي يلبس ازياء هبه واللي درنا معاه الغلط يسمح لينا لان غير الضغط البنات مع العيد راه تبارك الله ما شاء الله. ما كنجاوبوش ولا شي حاجه كيقول على الضغط لا اله الا الله. وبالاخص بمناسبه الافتتاح راه جاو الناس تبارك الله من كل المدن. المحل مضغوط واحد الضغط كبير. وبالنسبه للمتتبعين ديالنا سمحوا لنا، ولكن هاد السيمانه ان شاء الله غادي نبرعوهم
ان شاء الله باذن الله. غادي نديروا البطاطا 10 ايام الاخر غير التليفون كلها هوته غير تبعوا ازياء هبه غير 10 ايام كل البنات كلها هوته كلها غتكون هوته ان شاء الله باذن الله وغنلبسكم كاملين اللي عنده اللي ما عندوش كلشي يلبس اللي عنده اللي ما عندوش عند ازياء هبه مرحبا به ياخذ جلابه باي وجه كان والله يرزقكم كاملين البنات باش تجيو عندنا وتاخذوا جليبات وتكسيو وليداتكم خليكم معنا غندوزوا الموديلات اخرين سفيان اختي مريم دابا غادي ندوزوا الراندا اخر ما كاين في الراندا راندا بوتي كرو اختي مريم اليوم غادي نبرعوكم كاملين البنات ديزاين كي جميل وكي يدير الزواق قولي ليا شو الراندا في صاله ايفازي توب كريب توب كريب طايح رطب ما نهضروش دريز في الكميم شوفي معايا الراندا كيفاش دايره اخر ما كاين راندا بوتي كرو اختي راندا بوانتي كروا وهابطه بالملاقيه هابطه بالملاقيه بالراندا وكتجي ميلونج بالالوان كل لون كنديروا مع اللون اللي تيتماريه معاه بحال دابا هذا هاد البيستاش جا مع داك الزيتي الفيرب والتاي بالنسبه للقياسات اخويا سفيان من سمول 4 اكس ال من سمول حتى 4 اكس ال شوفي معايا هذا الفيرب تبارك الله كيجا بالموف لون كيجا تيحمق شو تبارك الله بالموف كيجا بالموف جا بزاف بزاف ورينا لكم ايمات شوفوا لي بالدريس ديال بالموف اللي طايم تشوف فيه من السمور 4 اكس ال شوفي معايا لونج لاس الاخت هاجر هذا خويا خويا انور شحال درنا الثمن هذه حتى هي انت شوفي اختي شوفي هذا لورونج هانتوما هي لورونج باش شوفي حتى الالوان ديريكت هذه معمرنا صورناها اول مره غادي نصوروها 250 درهم ولكن الثمن 220 درهم دابا 220 درهم 220 درهم ما بقاتش 250 درهم ناقص 30 درهم الثمن سريعو مستحيل تبقى شي ماشي زعما جلابه براندا مخدومه ماشي جلابه براندا شي حاجه طبق وري المتتبع شوف جلابه ما شاء الله اخر ما كاين عشاقين الراندا عشاقين التنبات عشاقين الطرز ما عليكم غير تجيو عند ازياء هبه جلابتك غتلقايها هنا اختي شوفي جميع انواع جليبات ايفازي مخزاني كلشي كاين خليكم باقي الموديلات اللوينات موجودين كلشي موجود اليوم كاين مفاجآت قلنا لك اليوم فيديو غير اليوم فيديو غير اختي مريم كله مفاجآت كله مفاجآت والأثمنة صول كبير اليوم ان شاء الله باذن الله النوار في جميع لي طايب حتى 7 اكس ال غنقول للعشاقين اللون في اللون ها هو البنات شوفوا اللون في اللون النوار النوار عند ازياء هبه هذه خويا شحال ازياء هبه معروفه بالنوار شوفوا لي النوار البنات شوفوا لي برك الله شوفوا يعني خويا انور اللي بغات 10 نوار تاخذ 10 اللي بغات 20 اللي بغات 3 بغات شي حاجه ما تخليها اللي بغات الكونتيتي كلها نوار مرحبا اللون باللون هانتوما والثمن ديال اخويا انور الثمن اختي مريم ب 300 درهم ب 400 درهم ب 500 درهم 300 280 درهم 280 درهم البنات 280 درهم شوفوا لي والنوار ديزاين ما تيشبه ديزاين فيه زواقات شوفوا على فكره شوف النوار فيه خمسه زواقات اختي مريم اللي بغات 20 بغات 30 نوار البنات تجي تاخذها كل نوار 1500 حبه ديال النوار 1500 تبارك الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك الزواقات مخالفين اختي مريم مختلفين الزواقات دابا هذا الشاب وليا اليوم واحد الصوت اختي مريم هذا النوار هذا راه ماشي الثمن ديالو هو هذا راه هذا غير درنا تخفيض هذا اختي مريم على قبل المتتبعين ديالنا الله يحسن العوان بنادم بقى الصح اكيد انا اختي نقرب المتتبعين شوف جلابه كي دايره اللون باللون مستحيل مستحيل 280 درهم مستحيل تلقاها في شي بلاصه واحده اخرى يلا الناس ماشي هي اللي شاد القلوه الجاليه المغربيه فينكم مرحبا بكم كلشي اليوم غادي يتكسى عند ازياء هبه كلكم مرحبا بكم اليوم غادي يتكساو بحاجه براي وحاجه زوينه وكاليتي والتوب كوريا والكميه موجوده الكميه موجوده كما قلنا لكم فيديو كله مفاجات خليكم وندوزوا المفاجاه الثانيه البنات كيف كنقولوا دائما سفيان اختي مريم غادي ندوزوا للمخزاني الناس تيسوق تقساونا بزاف على المخزاني احنا جبنا لهم الاواخر ديال الاواخر في المخزاني اخر ما كاين في الزواقات ما شاء الله نقربوا ليهم شوفي معايا الديزاين تبارك الله اللهم بارك بالزواق ديال المعلم والطرز باللوان هذه زواقه جديده حصريا عند ازياء هبه هذه عاد دارت اخر ما كاين الاواخر دائما تشوف كريم معايا الكتيفات كيطيحين اختي مريم مخزانيه وديك المخزاني اللي القياس ماشي داك المخزاني الكبير سرحي يديك هكا باش يشوفوا كيف المخزاني جاي كلاس سرحي يديك بجوج اللهم بارك صاله كبيره البنات تبارك الله هذه القياسات اخويا سفيان مخزاني تيجي ستوندار اختي مريم على فكره ما فيهش لي طاي المخزاني كلشي تيلبس شوفي معايا هاد النوار تبارك الله شوفوا لي الرشمه غزاله بزاف اختي مريم شوفوا لي الرشمه كي دايره والكميمات كيفاش جايين ونص جزائري خياطات زواق ديال المعلم
ما منسياش داك الشيء جلابه حقيقي يا اختي مليح. شوفوا ليا خليني حنا معنا ديال الدار اختي مريم، ما عندناش داكشي ديال السواق. شنو الخدمه كيديرها تبارك الله؟ العقده على العقده، اللهم بارك. ورينا الكميمات، شنو الكميمات كيديرين؟ الزواقه كيديرها اختي، الضفيره، الترسان، والثمن راكم اليوم. بالنسبه للثمن اخويا انوار، هذا المخزن اش درتي ليه اخويا انوار؟ الثمن اخويا سفيان كيفكر شنقول لك كيفكر اش من ثمن؟ نقص 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 على الناس صراحه الله. كنبغيو نقصوا واحد بقاش الوقت شويه نقصحه. نقص على الناس شويه ما مساعداش. هاد العواشر ديال العام اللي فات، اللي داز العام اللي فات، ماشي هي ديال هاد العام. الناس مقصره عام على عام، سبحان الله العظيم كتبدل الامور. بالنسبه للثمن اختي مريم 280 درهم. 280 درهم على فكره اختي مريم. هاد المخزنيه 350 باش بعناهم جمله، هاد المره دار لهم انوار 280 درهم. يلا بغى يبرع المتتبعين ديالو، كيستاهلوا كاملين. خليكم معنا ماشي خساره خويا سفيان. بالنسبه ليا خذ جوج جلالب 550 درهم. كتزيد لي واحد 10 دراهم. كتجي تبارك الله. جوج بياسات 550 درهم. وبالنسبه للالوان اختي مريم سفيان، انوار اليوم اختي مريم الالوان كيستاهلوا اختي مريم، كيستاهلوا المتتبعين ديالي، مع المتتبعين ديالنا اللي ما عندهاش واللي درويش مرحبا به، عيط علينا وصيفطوا له الامانه ديال المنصوده. شي البلوروا اللي هما يساهلوا اختي مريم، البلوروا ديال الخضر ملكي كي لورون. انتما تبارك الله ما شاء الله. كاين هاد الغول ملي هاد الغول. شوفوا لي الشاقي الابيض كتسولوا لي عليه بزاف البنات، البلون كاسي. انتما ما هاد الغول، هاد الغول كفا تبارك الله كبير. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هي موجوده والسواقه موجوده. هذا كلشي اختي مريم. اوبرجين تبارك الله ما شاء الله، كاع الزوينات كاينين. هذا شكل واحد اخر عرض، جوج سواق. دابا الزواقه اللي تصورات كاين هذه زواقه اخرى، هذه ما تصورات، هذه مخزنيه ثانيه. واحد السؤال مهم، واش كتحلوا مورا الفطور؟ كنحلوا اختي مريم مورا الفطور، كنحلوا من 8 ونص حتى 12 ونص ديال الليل. من 8 ونص حتى النهار كنحلوا في الصباح مع 9 ونص حتى 6 ديال العشيه. يلاه البنات، حيت الناس بزاف غيسولونا هذا السؤال. شوفوا لي شوفوا لي الوان البنات تبارك الله ما شاء الله، والكمية موجودة. غير سارعوا لأن متتبعينا تبارك الله ما شاء الله كثار. أنا تنسطيني غنحلو أنا بلونكاسي أختي مريم، قلت أختي بلونكاسي. حيت الناس بزاف سولوني عليه. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله جلابة كي مطلوقة، كتشدي جلابة كتبان لك. راه كاين وكاين أختي مريم، ولكن أزياء إيبا هي اللي كاينة. أزياء هبة معروفة بالجودة هي. والباقي والباقي تقليد. هبة معروفة بالجودة 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 والموديلات البنات آخر ما كاين والثمن المناسب. فين نلقاو هادشي أختي مريم؟ مرحبا بيهم غير عند المايسترو. وحنا كنديروا المجهود باش نعملوا الناس مزيان ونخدموا مع الناس مزيان، واي حاجه كنديروا المجهود ديالنا وراه ربي اللي عالم. وبالاخص البنات ملي فتحتوا لكم هذا المحل هذا غير باش تبرعوا وتلقاو اتساع. كان عندنا شويه المحل صغار، دابا حلينا هذا المحل تبارك الله كبير. شوفوا لي المحل يرتاحوا. كتدخل المراه تشري، كتشري بالخاطر ديالها. كاين عندنا بيت القياس كبير تبارك الله ما شاء الله. مرحبا والف مرحبا. ندوزوا للمفاجاه الاخرى البنات، خليكم معنا. قول لي البنات كما كنقول لكم بغاو المخزاني. ها المخزاني، كلشي تيسقسيني على المخزاني. هذه مخزاني بطريقه جديده اختي مريم، فكره جديده. المايسترو كيرضي جميع الالوان، جميع الاذواق وجميع الالوان. جاب لكم الايفازين المخزاني. دابا بغاو المخزاني. ها المخزاني اختي، هذه مخزاني اختي على فكره بطريقه جديده، طرزه في الكتاف. شوف تبارك الله اختي، طرزه في الكتاف. شوف كتبان جلابه تبارك الله، مهيبه هماويه. شوف تبارك الله، شوفوا لي الكميمات. هذا فيه غريب تبارك الله، بديك الطرزه في ذاك الموف، راس ديالكم بزويقه. خويا سفيان دائما التوب. التوب كريب كوري، هذه ما نسولوش عليه، احسن ما كاين في الكريب كتلقى عند ازياء هيبه. وبالنسبه للقياسات هادو المخزاني اختي مريم كيبقى ستوندار. ملي تجي تيمسو ما تكونش فيها بلاتي، كتكون ملي تجي. شوف تبارك الله هاد لورونج بهاد الموف. اختي مريم لون السيكل ديالنا هما باينين شنو لابسين. هانت شوف شنو تبارك الله، راه كيبان داك الشيء كلشي. لا هاد المخزاني اللي جبتي هاد المره خويا انوار خيالي تبارك الله. شوفوا لي كتيفات انتوما. شوف تبارك الله. شوف ليا. راه كنديرو كنجتهدو بزاف، كنجتهدو باش نديرو داك الشيء ناضي. هادشي راه ما ساهلش اخويا، ولكن كلشي هادشي ماشي خساره في المكتب ديالي. شوف تبارك الله هاد الصومو. لانهم كيستاهلوا. شوفوا ليا الصومو كيفاش جمع الباب. دابا كنعسو اختي مريم. كنمشيو لديورنا حتى لشي جوج ديال حتى لجوج د الصباح، كنبقاو هنايا وماشي خساره فيهم. اكيد كيستاهلوا المتتبعين ديالنا، غير باش يرضيوكم البنات كيبقاو يخدموا حتى لجوج تاع الليل. ما سولتيش اختي الثمن اختي مريم. يلاه غنقول لك الثمن اخويا. الثمن جلي لي بمخزنيه وشوف.
وبهالطرز هذا وبهذا الخدمه هنا في الكتاب شنو الخدمه كيديرها والثمن 280 درهم 280 درهم جلابه بهذا المعايير ماشي مش مهم راه مستحيل هذا الشيء اللوينات ديالك كيديرها حطك طومو عندك تمرين ياك كاين هذا اللون هذا شو هذا اللون سيري اختي شو لورونج لورونج ها سيري ها البلوسيان شوف هذا اللون الأوبرجين البنات شو هاد الحمامي ولي هاد الحمامي تاهو اللهم بارك ودي الفداك كمية انا عالقرونة شوفوا لي عشاق البوردو عشاق البوردو لون بلون اللي بغى شي حاجة ليه طيح تبريه بدأت يكون معنا بلورو البلورو البنات الزرق ملكي هذا الصومو فال هادشي كامل اختمرين كنديرو بحال هكا باش كنوري المتتبعين هادشي كامل اختمرين باش كنوري المتتبعين ديالنا اللي خارجين الدار البيضاء خارجين كازا اما الناس تاع كازا راه كيجيو الناس ديال كازا راه كيجيو للمحل كنوريهم الالوان كامل وليك الناس اللي خارجين كازا كنوريهم الالوان هكا باش سكرينيو يستافدو تا هما معنا وسكرينيو وصيفطوا لينا في الواتساب يستافدو معنا في هاد المناسبه هادي ديال العواش غير واحد الملاحظه البنات الناس تاع خارج كازا يسارعوا لان غتكون مشكل في الليفريزون مع العيد انا اختمرين شوفوا معايا النوار سيد الالوان شوفوا لي البنات شوفوا لي النوار تبارك الله ما شاء الله خليكم معنا غندوزو لمفاجاه اخرى قال اليوم سفيان المايسترو حمق لينا المتتبعين ديالنا اللي جات غتحتار شنو غتاخذ بالنسبه ملي كتدخل عند ازياء راه كلشي كاين فهمتي اللي غتجي حتى كنقول هذا الموديل زوين كيجي شي حاجه ما احسن ديما الجليبه ما عندهاش المشكل حنا اللي كتجي عندنا كنعطيوها الجلابه شوفوا معايا ولكن غتختار كي باغا تاخذ خايده جوج ثلاثه شوفوا معايا شوفي معايا الزويويقه بالتعصاب هاد الزواقه راه سطاتني مريم اختي هاد الجلابه غريبه اللي بغات تاخذ جوج 550 درهم جوج ب 550 درهم جي هي وصاحبتها 300 درهم 300 درهم جي هي وصاحبتها غيديو جوج ب 550 شوفوا لي تبارك الله الجليبه مخزانيه بهذا الموف شوفوا بوانتي كروه كتحمق البنات هاد الجليبه هادي كيفاش تجي تبارك الله شفتي كيفاش تجي وفيها اللوينات شوفوا لي لون كاين السيفلون خيالي حتى المارياج تاع الالوان المارياج ديال الالوان اختي هادشي حاطينه مصممين اختي ماشي داكشي عشوائي حنا عندنا مصممين تيحطوا لنا الالوان باش يجي داكشي مارياج تبارك الله شوفوا لي شوفوا لي البلونكاس بزاف هذا البومبو جاتي حمق شوفوا لي البلونكاس كيفاش هاي على فكره اختي راه كلهم طاي وحده جوج بشحال جوج ب 550 درهم وحده 280 درهم البنات براكم اليوم جوج ب 550 حتى هي في الالوان صاحبتها ياخذوها ب 550 هي واختها هي وبنتها يدوا 550 اللي بغات تاخذ هي وبنتها فوالا هي والصديقه ديالها يجيو بجوجهم ناقص عليهم واحد 50 درهم على حسب القياس على حسب القياس هاجر كتلبس الاكس ال او الال ها هي جاتها والاخرين تلبسوا السمول وجاتهم نفس لا طاي باش تعرفي هي كتجي مخزنيه كتجي هكا اوفر سايز هادشي اللي كاين خليكم معنا ندوزو لمفاجات اخرين الورق عشاق الورق اختي مريم نوار البنات اليوم برا انا كلشي تيجي يسقسي على النوار النوار ازيائي جاب فيهم النوار ازيائي شكون اللي معروف بالنوار ازيائي معروف بالنوار حنا معروفين بالنوار اختي مريم خذي 20 30 40 كلهم نوار الزواقات اختي مريم زواقه كتمشي الزواقه شكون هي البنات الزواقه هذه تبارك الله هاد الزويقه بالوريده كيفاش جايه هادو في صاله ايفازي صاله ايفازي ما نهضروش شي حاجه خياليه اختي مريم شوفوا لي البنات بالتفيره رقيقه بالطريسنات الزواقه في راس الكم داكشي على حقه وطريقه في الكريب الاوريجينال كريب ديال كوريا المزيان طايح اختي مريم كيف كنقولوا ديما شوفي معايا دوزا شوفي لي تبارك الله ما شاء الله هادو القياسات حتى لاش من السمول 5 اكس ال حتى ل 5 اكس ال البنات وفي الكريب المزيان وفي الصاله المزيان جوج تبارك الله كيف ديما كنمشيو لاي محل كنلقاو النوار قليله البنات عندنا النوار حنا بكميه عند ازياء هيبه خذي حتى 20 النوار اختي مريم مناسبه خذي حتى 20 وحده الزواقه ديال السبوله هذه معروفه هاد الزواقه عندنا خذي حتى 20 حبه البنات بالنوار مرحبا خذي حتى 100 حبه نوار شوفي الزواقه كلهم نوار هاجرت هي بهاد الوريده تبارك الله يلاه كلكم عشاقين نوار اجيو هنا طريتنا حتى لتحت داكشي غزال تبارك الله اللهم بارك خويا انور بالنسبه للثمن اختي مريم جوج ب 550 جوج ب 550 وبياسه 275 275 درهم حنا في النوار 275 وشوفوا لي شوفوا لي النوار 275 درهم شوفوا لي موجود اختي مريم النوار والزواقات شوفوا لي النوار البنات جي خذي 20 30 نوار ما كاينش اللي يهضر معاك أنا ومازال عندنا اختي مريم النوار موجود 275 درهم ومازال عندنا في الستوك ما عندناش الستوك موجود كامل هنايا الا ما بغاتش وبالنسبه للاثمنه اختي مريم راني قلت لك سولد محدود هاد 250
275 درهم غتبقى حتى للعيد. للعيد البنات سيريو. عمرك الجلابة ديال الكريب دوز واحد المغرب 250 درهم حتى كاينه. كريب كوريا. كريب كوريا 250. على فكرة اختي مريم تشوف بوحدو. هاد الصودا اختي مريم درنا غير اليوم. بالنسبة للمتتبع ديال هاد الصود درناه اليوم. سيريو البنات اللي بغات شي جلابة تجي مرحبا بها. هاد اختي مريم كيف بوحدو. الكريب بوحدو اختي مريم تشوف تيدير 150 درهم. والخياطه هيبه 275 درهم جوج ب 550 خلاص سيريو البنات كتستاهلوا اكثر من هكا. يلا الشاقين النوار بحالي اللي بغى يلبس النوار ازياء هيبه النوار موجود ولا طاي موجودين. يلا تبارك الله ما شاء الله جي والبنات صافي تشوف فيها وجهك اختي مريم النقاط لا فينيس لا فينيس اللهم بارك. شو تبارك انا اختي مريم النوار شوفوا لي يلا ماشي 300 درهم هذا البوت هاد الموديلات اختي مريم وهاد الهوته اللي درنا دابا على قبل المتتبعين ديالنا الله يحسن العوان بنادم تقصح 275 درهم حيدنا حنايا 25 درهم حنا كنعاونوا بها الناس. يلا البنات ساريو حيدنا حنايا براس المال ديالنا كنعاونوا بها الناس واللي بغات تاخذ جلابه مرحبا بها عند الزائد. يلا كلكم غتستافدوا من هاد العرض هذا وكما قلت لكم اختي مريم انا كنقول لكم هاد 10 ايام واللي غنقولوا لهم اخويا سفيان انهم يتبعونا حتى نهار العيد البنات غيكون مفاجآت ديما كاينه المفاجاه يوميا يوميا غيكون صوم المفاجآت عند المايستر ماشي ضروري نلوحوا في اليوتيوب ضروري يكون كل نهار كاين مفاجآت كاين مفاجآت يجوا عندنا يتبعوا يتبعوا يتبعونا وراه يوميا كاين مفاجآت خليكم معنا ندوزوا مفاجاه اخرى. لا بيناتنا انوار والله تحمقتيني بالله حمقنا اليوم اختي مريم اخر ما كاين في الزواقات اللون باللون وبالتعصاب جلابه خيالي جلابه ديال 1000 درهم انوار غيسطينا اقسم بالله قرب معايا اختي مريم شوفي معايا لي ديطاي شوفوا لي البنات شوفي معايا هذا الباب غزات الخدمه شوف الخدمه لا فينيسيون التعصاب عطينا اختي ساره الكميمات شوف الكميمات كي جايين لون باللون ولا فينيسيون ما كاينش خيط صالة إيفازي الكريب دو سوا الكوريا اللي كيف كنقولوا ديما طايح ما شاء الله شوف معايا الجلابة ولي طايح متوفرين اختي جميع لي طايح متوفرين فيهم اختي مريم افتحات في الجنب افتحات في الجناب داك الشيء غزال على حقه وطريق لون كيس لون شوف صومو تبارك الله صومو فال غزال اللهم بارك كي جاي تبارك الله افتحات في الجناب كي كتجي الجلابة كطيح قالب اختي مريم شوفوا لي جلابة جوف شوفي معايا شنو اللون اللي لابسه هاجر جاكي حمق قل لي ديطاي من الفصاله من البريم من كل شيء عندنا عندك شيء خيال يا اختي الاتقان لا فينيسيو تي باش معروفه ازيائيه اختي راه جاو عندنا ناس قال لك راه شوف درنا كل شيء المغرب كامل ما كاينش اللي حاط جلابه بحالكم بهاد لا فينيسيو جاو عندنا ناس هما اللي تيشهدوا بها راه غيبانوا في التعاليق اكيد كلهم كيشكروا في التعاليق على المعامله قال لك درنا المغرب كامل ما كاينش اللي يدير هاد لا فينيسيو وهاد الاتقان وهاد الثوب خويا انور تمام 300 درهم 6000 ريال 6000 ريال واللي خدات جوج واللي خدات جوج 600 درهم 600 درهم هادي فهمت هادي اختي مريم على فكره السي الاسبوع اللي فات 150 درهم 150 دابا 300 درهم كاين هاد اللون هذا خطير بزاف فن البنات هذا غندوزو لهذا البلوتين ندوزو للواد راه دائما كنقرا في التعليق ديالكم بغيتو جليلبات اللون في اللون ها هو اللون في اللون اللون في اللون شوفوا لي الفاغ البنات اللون وبالتعصاب اختي مريم اللوينه شوفوا باش نرضيوكم كاملين هذا اللون 16 تبارك الله اللهم بارك انا اختي هذا اللون عاود اوبرجين واعره البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي البلوغه شوفوا لي النيود البنات شوفوا لي النيود الكميه موجوده هذا لا هضر عليه هذا شوف هذا لا هضر عليه نواغ اللون البوردو تبارك الله ما شاء الله خليكم معنا غندوزو مفاجاه اخرى فين اختي هذا الشيء الخيالي انا بعدا ما فهمت والو هذا الفيديو ديال اليوم اختي غريب اختي مريم حقيقه انا عجبوني الموديلات وحماقي تقولت هذاك ولاد موديل غينسيك موديل وديزاين كيف كنقولوا غينسيك شوفي معايا هنا اختي المتتبعين ديالنا اليوم غيحتار اخر ما كاين بجوج الالوان تعصب بالحرير ما كاينش الصم شوفوا لي بجوج الالوان شوفي معايا هاد الغوج كي جاب مع النوار الغوج والنوار ما نهضروش عليه ما نهضروش شوفي معايا لا كوب هادي مخزانيه مخزانيه على فكره ماشي بحال الاولى ايفازي مخزانيه بجوج الالوان
اخر ما كاين في جلابه. شوف هاد المارياج ديال الفيغ بالصومو. الفيغ مايسترو في حقيقه كيجيب موديلات واعره ولا فينيسيو حتى اللوينات البنات. اختي مريم كنحقو ديما على لا فينيسيو. شو جلابه كيديرها شو الطراس هادو؟ راه موديلات البنات ديال المايسترو. شوفي معايا الله هاجر والله هاجر كتختار هاجر كتختار الالوان الخياليين. شوفي معايا الترابي بالبوردو جا خطير تيحمق وهي كاع الوانها تيسطيو على فكره كاع الوانها غراب الوان ديالها غراب كامل والله. الترابي مع البوردو جات كتحمق على خدي هذه هاجر. جلابه ديال 1000 درهم اختي مريم 300 درهم انوار خويا 300 درهم واللي بغات تعيد. والجلابه انيقه تجي عند ازياء هبه كلاس لا كلاس لا كلاس. وهاد الموديلات البنات راه تلقاهم غير عند ازياء هبه. ساري اختي مريم راه هادشي في كونتيتي محدود ساريعو. هذه الجلابه ديال 600 درهم 300 درهم 300 درهم عند ازياء هبه. هادي تشوفوا هذا اللون هذا اللي كيحمر. شوفوا لي هذا اللون البنات الفاز انا اختي مريم هذا الفاز مع كيحماقوا عليه العرايس مع الاوبرجين وكاين مع النوار وكاين مع الفيغ مع الفيغ بالفيغ. براكم المايسترو براكم المايسترو اليوم البنات بلوماغين. شوفوا لي البلوماغين عاوتاني مع الطو اللهم بارك. الحقيقه البنات كما قلت لكم مايسترو حمقنا اليوم. لون تنسيق لون تنسيق لون ها. تبارك الله ما شاء الله البنات كاع الاضواء جيو خويا الزلابه بلور وبالجون انا بلون خاصي خويا الزلابه العيد هانتوما. خليها شوف ليا تبارك الله لون غريب. انا اللون اللي تيستاهل كنحلوه. شوفوا لي هذا اللون تاع هو لون غريب الحقيقه. اللوينات تيحمقوا البنات بالموف. ديما خذي واحد الشال في اللون ديال الطرزه وهي ديما الشال اللون الطرزه ديكرادي انيقه. شوفوا انيقه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. خليكم معنا كما قلت لكم فيديو اليوم راه كله مفاجآت كله ما تمشيو فين وما تفلتوا حتى لقطه البنات في هذا الفيديو هذا. النوار النوار اختي مريم اللون باللون نوار طرزه غريبه. شوفي معايا اللون المفضل ديال النوار عرفتي جاك النوار يعني طالب كثير حاولنا نرضيو كاع الاذواق في النوار. النوار بالالوان النوار اللون في اللون دابا هذا اللون باللون اختي مريم والزواقات مخالفين على فكره. هنا راه ثلاثه زواقات ثلاثه نوريهم هذه هذه زواقه جايه هابطه بالطويولات. شوفوا لي هذا الزواقه هذه اخر جاي فحال هكا بهاد الطبيبات. هذا ديزاين اخر. الديزاين الثالث لابسها الاخت هاجر. هذا الثمن ديالها اليوم 300 درهم جلابه 280 حيدنا 20 درهم في اللون 280 280 درهم لا 280 عفوا من الاخيره 300 درهم باش بعنا اخر فيديو فوت رمضان ان شاء الله راه غيولي الثمن هو هو. خليكم معنا قولي دابا دابا غندوزو اختي مريم الطرز بالعقاق اخر ما كاين الطرز بالعقاق بالتنبات اخويا التنبات شي حاجه باينه اخويا انوار. اجيو معنا شو هاد اللون اللي درت اختها هاجر واللوينات اللون اللوينات البنات دابا اللون اللي كتشوفي كتقولي هذا زوين كدوزي الاخر تينسيك فيه اللون تينسيك في اللون. شوفي معايا الديزاين كيفاش داير والطريقه ديال التنبات طريزه فوق منها الحجيره جاي داكشي على خفيف الله ما شاء الله. اللهم بارك لا هذه بصاله عاديه ايفازي. شوفي معايا الطريزه كي جايه في راس الكم التنبيته كي جايه حتى هي في راس الكم طرز مع التنبات دائما كريب الكريب كوريا وديز التنبات في القبيير. بالنسبه للقياسات اخويا سفيان هذه متوفره من السمول 3 اكس ال والثمن غنسطيه لاول مره جلابه بالطرز وبالتنبات 300 درهم 6000 ريال 6000 ريال. يلا اللي ما كانتش كتلبس جلابه جلابه ديال 450 درهم هذه المره انوار دار لها 300 درهم ما عمرها كانت ومع الالوان وفيها الشكل اخويا الالوان غراب. شوفي معايا جلابه اختي مريم بالطرز والتنبات ب 300 درهم راه ما يمكنش. الكراب 150 درهم الطرزه كدير 200 درهم الطرزه بوحدها والتنبات اللون هذا شحال هادشي كامل ماشي خساره في المتتبعين. راني يا سي مصطفى اجي تشوفوا لي البنات الالوان وفيها واحد ليزاي زوين. شوفوا معايا الالوان بيج ترابي لون روز لون بلو ماغين وبيجين ورشمات مخالفين. ها على فكره هذه دابا غنحل لك رشمه اخرى. ها هي رشمه اخرى هادي رشمه اخرى. شوفوا لي شوفوا لي البلوغ دابا رشمه اخرى هادي اللي حليت انا والاخ انور ماشي هي اللي كانت ملبوسه باش تعرف عندنا فيهم ديزاينات. دابا هذا ديزاين اخر تبارك الله ما شاء الله جليل بات البنات. كل شيء الفيديو غيجي طويل بزاف كنحاولوا نلبسوا الناس تاع كازا جيو المحل باش تشوفوا كل شيء. الناس تاع خارج كازا قولوا لي انا خويا داك عجبك هذا كولر هذا كولر الشاي دابا غادي ندوزوا للزواق الغراب اختي الكخيب دو سوا كيف ديما كنقولوا بالمرمى بالتنبات زواق
هذه زواقه ديال الشميشه اخويا. الزواقه معروفه بها اسئله. معروفه الزواقه ديال الشميشه على طلب كثير اختي مريم. كتسالي كنعاودوها كتسالي كنعاودوها. شوفي معايا الطريقه ديال الخدمه اختي مريم. المراه ما كي جايه في راس الكم مقرطصه بالطريقه ديال التنبات في الكريب الاوريجينال ديال كوريا وفي لي طاي جميع لي طاي متوفرين. ايفازي الايفازي زيد اختي ساره شوفي شوفي معايا تبارك الله ما شاء الله البنات شوفوا ليا جليليبه كيفاش دايره. هانتوما خيالي. المرمض عندك شعرك اختي ساره المرمض دايره على مستحيل ما تلقيش الذوق ديالك. جاب لكم جميع تشكيلات البنات شوفوا لي عاوتاني هذه هاد اللون هذا حقيقه لون سيفلون بروموسيون خطير. هذه جلابه فيها جلابه ديال المرمض عند ازياء هبه فيها بروموسيون اليوم سولد كبير عند ازياء هبه البنات. اي حاجه عند ازياء هبه اليوم فيها السولد واخا حنا كنكونوا دايرين السولد. دابا هذا السولد فوق سولد حتى نهضروا على هذا. عاد غنقول لهم واحد المفاجاه خويا انور الثمن ديال هذه الثمن اختي مريم هادو كانوا ب 600 درهم رديناها ب 350 درهم. 350 درهم ايوا 600 المره ما بتنبات ب 350 درهم. هاد البلوجين جاب على فكره اختي مريم كاين واحد السولد خيالي في اخر ديال الفيديو. يبقاو متبعين معنا لا فيديو حتى الاخر غيفاجئهم انور بواحد السولد خيالي. واحد السولد اللي قال لي انور خطيره البنات في الاخر ديال الفيديو غادي نديروا لهم واحد السولد خطير. خلينا مفاجاه خلينا مفاجاه حتى اخر الفيديو ما نحرقوش لا فيديو. مستحيل غتلقاو واحد السولد. شوفوا معايا هذا الوان شوفوا لي اللوينه تاع المرمم كما قلت لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر كاينه واحد المفاجاه خطيره البنات. واحد الثمن غيدير لكم مستحيل كنأكد لكم تلقاو شي بلاصه. شوفوا لي النواغ البنات شوفوا شوفوا لي الخضر. هادشي كنوريو للناس تاع خارج كازا باش تكرينيو وحتى الناس اللي غيجيو المحل باش ما يسهلوا على الناس. ما كاينش اختي مريم سكريني ويجي يوريهم 10 البياسات ولا 20 اي زواقه فيها العدد كثير. هاجي كازا راه هاد السيمانه غادي نخدموا معاها مزيان ان شاء الله باذن الله. حنا لبسوا المتتبعين ديالنا اللي خارجين اللي خارجين كازا هما لبسوا باذن الله اكيد. على معنا على التليفون عاد نخليو لربعه النوامل خاصين بالناس خارج كازا والناس ديال اوروبا والناس ديال الخليج. على هذوك شوفوا الناس باش يجاوبوش ما تجاوبوش زدنا طاقم خاص غير باش يجاوب في التليفون ما غيخدمش في المحل غيقابل غير التليفون. يمكن نشكوا هاد السيمانه باننا ما كنجاوبوش في التليفون ولكن راه علينا الضغط حيت كان الافتتاح البنات وكان الضغط وكان عندنا المحل عامر بزاف. دابا زدنا الناس مقابلين غير التليفون غيقابلوا غير صحاب الله اونلاين هادشي اللي كاين باش كلشي يمشي على خاطر. بغينا نرضي اللي غيجي المحل حنا موجودين اللي غيجي المحل حنا كاينين واللي ما غيجيش زدنا اللوان اخويا مصطفى زدنا اللوان تبارك الله ما شاء الله البنات. باقي اللوان اختي مريم ها 350 درهم 350 مرمى بالتيبات 350 يلا البنات تبارك الله ما شاء الله. خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرين. اختي مريم المرمى شي حاجه كلاس انيقه بزاف ديك الشليبه ديال الجلابه ديال 700 درهم ديال 700 درهم حاليا هنا في النص ديال الثمن كاين النص بالنص اليوم النص الوان حالف اليوم تيلبس المغرب كامل. اختي مريم شوفي معايا اختي هذا الديزاين وشوفي معايا الالوان قرب اختي مريم عافاك قلبي التوب اختي مريم الزواق انا بعدا احتاريت هذه المرمى ما جايش تنبات فوق المرمى جاي تنبات في الجنب. شوف الطريقه كي جاي داكشي كلاس وسامبل تبارك الله موديلات غزالي تبارك الله والخدمه نقيه كيفاش جاي لا فينيسيون كيف كنقولوا. شوف تبارك الله شوف الكريب دو سوا كي داير في حال قدام بالمرمى داكشي غزال بزاف اختي تبارك الله. حتى اللوينات اللي كيلعب عليهم المايسترو ديما عندنا حنا واحد 15 لون غريبه على السوق. شوفوا لي تبارك الله حتى المارياج ديال اللوينات شوفي معايا لاكولور الشاغ تبارك الله كيجي النيود شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هذه جلابه نقيه صراحه. هذه الثمن ديالها هذه من 700 درهم 350 درهم. 700 درهم اختي مريم 350 درهم. شوفوا لي شوف هذا اللوين هذا كيدير خطير طوب ديال طوب اللهم بارك العرايس اختي مريم اللي بغات تبرع جد حاش هذا العرض هذا العرض اختي مريم راه محدود اللي بغات تبرع تجي عند ازياء هبه في هاد 10 ايام الاخرين ديال سيدنا رمضان. هذه غتبقى ب 300 و 50 درهم 350 درهم. هاد البناني بلوكاسي بالصفر ها هو اختي مريم يلاه العريسات ديالنا حنا وفرنا لهم اللي جا حيت ما تيلقاش دابا اللي جا غيلقى. خليك اختي موجوده شوف اللوينه كي دايره شوف العقيق اختي مريم كيخدم شوف الاتقان
خدمه بالطريسنات الجلابه باينه من الشوفه باين الجلابه الجلابه هضره على راسها هضره على راسها حنا كنفسروا المتتبعين ديالنا اللي خارجين كازا وخارجين المغرب كنفسروا لهم هذا الشيء باش يفهموا بان ما حاجه كاليتي الا في الثوب الا في الخدمه الا في اي حاجه. مرحبا بكم البنات شوفوا ليا شولوا البلو سير اخويا. الله يا اختي مريم قسما بالله جات عندي واحد السيده البارح متتبعه ديالنا جات عندنا العام اللي فات في رمضان وجات لابسه واحد الجلابه ديالي قالت لي الله يعمرها سعدها في صبن ولبس. الحمد لله قسما بالله هادشي كيفرح اخويا انور كيفرحنا التعاليق الزوينه ديالكم. هادشي كامل كنديروا هاد المجهودات هادو اللي كيجيو المتتبعين ديالنا كيشكرونا كنزيدو حنا كنزيدو نشتهدو اكيد نفرحو اقسم بالله الا كنزيدو نفرحو مي كيشكرونا كنزيدو نفرحو راه ملي كنقراو شي تعليق زوين ديالكم البنات وكتلقى داكشي زوين كيخليه يجتهد يجيب لكم موديلات واعره كتزيد شي موديلات واعره ويدير لكم الصول والصول اثمنه مرحبا بهم كاملين اللي عندو اللي ما عندوش مرحبا بهم. شوفوا لي اللوينات البنات اللي جاب لكم كليرين تبارك الله تبارك بوتي يحمق اختي مريم كمية تبارك الله ما شاء الله جاتك الجلابه كتحمق هذا اختي مريم شوفوا لي لا حاجه ملي مشات هاجر كتبان طوب اللهم بارك اللهم بارك هذا تبارك الله هي النواره ديالنا سيال انا اختي مريم الغوط فيشيا انا الغوط فيشيا شوفوا لي غيحمقكم المايسترو اليوم. هاد الدور وقت مريم ها اللوينات اللي بغات شي حاجه كلشي هادشي كامل اختي مريم درنا على الناس خارج كازا وخارج المغرب بغينا كلشي يلبس عرفتي علاش باش يشوفوا الالوان يسكرينيو ثم يتبرعوا معنا ومرحبا بهم الف مرحبا المغرب كامل من طنجه للقويره وخليكم تبعوا المفاجاه الاخيره اللي موجد لكم المايسترو ديال الفيديو هذيك مخلينا هذيك مفاجاه الاخر تاع الفيديو ديال القنبله ديال الفيديو هذه خليكم معايا وزبغينا نزيد لكم واحد الرشيمه اخرى اختي مريم المتتبعين شوف معايا هاد الرشيمه كيفاش دايره اختي تبارك الله ما شاء الله نبات على المرمى شي حاجه على حقه وطريقه شوفي معايا الخدمه كيفاش دايره والاتقان اوبرجين البنات لا ماشي الاوبرجين هذا واش بغي واش بغي واش بغي البنات كثر لينا الالوان وكثر لينا الصراحه هو هذا اخويا شحال الثمن ديالها 350 درهم من 800 درهم 350 درهم300 درهم يلا البنات خليكم معنا في هاد الشوفه مريم سارعوا في هذا الموديل هذا فقط كونتي قليله هاد الكميه هذه بغيت نحيدها نوريك بغيت نحيدها الله يسهل المتتبعين ديالنا بس هي اللي ما عندهاش شهيد بالجلابه المربى 300 درهم البنات عوض 350 درهم 50 درهم كادو لكم البنات شوفوا هذا كميه محيده ب 100 درهم مرات 300 درهم الموديل تبارك الله ما شاء الله غزال خليكم معنا باقي ما ساليناش ندوزو موديلات اخرين بنات شوفوا معنا عاوتاني هذا الموديل هذا العريسات ديالنا هذه شي حاجه هوت غام اختي مريم اخر ما كاين في المرمى المرمى بالبغون بالكارتي بالتنبات بطريقه جديده بالورده شوفي معايا الحجر اللي كريستال كيفاش جاي تيرتي جاج على فكره حجر جاج هذا راه ماشي بلاستيك ومربت بالخيط باليد اخر ما كاين البنات في القدام في الكريب دو سوا الاوريجينال ديال كوريا شوفي معايا الخدمة المريم ما دايرة في الطوق ديال الكو في الطوق في الكون في راس الكم العريسات شوفي الفتيحة القدام تا هي فيها المريمة شوفي معايا هذا الخضر ملكي اللهم بارك الخضر جات يحمق بزاف اختي مريم شوفي الطريقة ديال التنبات كي جاية داك الشيء غريب اختي مريم اللهم بارك والثمن اخويا سفيان الثمن اخويا كانوا اخويا هاد الجلابات هادو ب 700 درهم كيبيعوا هاد ازياء هبة 350 درهم عطيني بنادم يلبس عطيت الدرويش لبس هاد العشرية كلها مليئة الدرويش لبس شوفي معايا الالوان هاكم شوفوا معايا البنات انا بالي انا باش عجبني اليوم اخويا انوار متحمس اليوم اليوم اخويا سفيان بغينا المغرب كامل انوار متحمس بزاف المغرب والعالم على التو بغينا انوار يبقى ديما بحال هكا خليه ديما هكا باش يعطيني ما كاين عندنا نشاط والخدمه دابا الخدمه والخدمه شوفوا يا يبرع عليا الدرويش البلوت جيران كيفاش برع علينا الدراوش يوميا برع عليا الدراوش يوميا كنفيقوا مع 8 ونص على قبل حتى لجوج ثلاثه د الليل على قبل المتتبعين ديالنا يوميا غير باش نلبيو الطلبات ديالكم باش نلبيو الطلبات ديال المتتبعين ديالنا كاملين تبارك الله ما شاء الله اللوينات شوفي معايا الاوبرجين اختي مريم الكميه موجوده
شوفي معايا الاوبرجين انا بالجلابه اختي مريم مع الازياء هبه شوفي معايا البوردو الاوبرجين لورون الكميه موجوده تبارك الله ما شاء الله الموديل هذا اللون هذا هو الدار هذا العام اقول لك دم الغزال دم الغزال دم الغزال احمر دم الغزال الله تحل لك شي وحيده اختي مريم حل لي دم الغزال يلاه بوس فيا وري لي الوينات حل لي حل لي وري برع عليا الكليان انا شاد لك الغوز فيشي انا خويا انت شاد دم الغزال شوف لي طاي شوف لي طاي اختي مريم في طاي سمول الال اي اي لاطاي عندنا مرحبا بهم انا اللي بغيت بالجلابه تاع الزهيبه انا شوفوا لي الغوز فيشي اللي عند سفيان وري لي المتتبعين ديالها سير وري لي الجلابه طوب 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 تبارك الله ما شاء الله بو مصطفى حل لهم البلور والبلور كيعجبك البلور والبلور مالك حل اللون اللي عزيز عليك اخويا انا عز عليا اللون ديال العرايس شوفوا لي اليوم هادو انوار شحال غيبقاو شحال غيبقاو تمريم 700 درهم كانوا دايرين اليوم 350 درهم هاد الزهيبه 350 درهم ديال الزرق ملكات سير الله يسخر انا عز عليا اللون ديال الوالدين انا خويا عز عليا الوالده والمي ما تقدرش تشوفي فيها وليدي شوفي شوفي باش قامت شوفي هكا شوفي شوفي انا مزيان واحد اللوين هذا واحد اللوين زوين ها هو هذا الغوص بيبي الغوص بيبي تبارك الله ما شاء الله جي خذي الناس بغات جي خذ الوالده ديالك جي خذ الزوجه ديالك لختك بر عليا الوالده بزاف شو البنات جبنا لكم جميع شكيلات الموديلات هانتوما تبارك الله ما شاء الله اخر ما كاين لوتي السيك لوتي والخدمه اختي مريم اتقان والاثمنه ولا في الاحلام قرب اختي مريم قرب شو الخدمه كي دايره شوفوا يا تبارك الله شو ضربات اتقان شو ضربات مقسم البعيد شو الفازيك الفازيك كي داير ضربه ضربه داك الشيء ما نهضروش كيف كتلبسها كتجي قالب الجلابه كتجي جوست جلابه ما عندناش داك الشيء جلابه جوست خليكم معايا وغتلبات اختي مريم هاد التلبات شي حاجه الاواخر ديال الاواخر في التلبات قربي معايا اختي مريم اجي واجي قرب عندك قرب التلبات بالمخزاني هذه في صاله مخزانيه شوفوا يا تبارك الله ما شاء الله جلابه التلبات كيجي كيعامرين اختي مريم داكشي غريب كما قلتي لي العقيق ماتسونو ماتسونو الحجر ماتسونو اوريجينال ماتسونو هو تيعطي هذا الكريستال دجاج حر ما يبيض ما والو في التصبين تيبقى هو هو شوفي معايا فيها قلتي لي كاين اكثر من 50 موديل اكثر من 50 زوقه اللي كاينه اختي مريم شوفي معايا اللوغو ديجا تيحمق بهذا الغوز بال معاه الماريا كاينه اللي شارجي كاينه اللي خفيفه شوفي مخزانيين جايين شاف الملاقي ديال الكتاف جايه هابط النبات ما جاي مخزاني شوفي معايا الخضر شوفي معايا الخضر مالك الثمن الثمن غنحمقك اختي هادو على فكره 450 هبطناهم 400 درهم 50 درهم قال لك انوار ماشي خساره في المتتبعين حيد 50 درهم اللي كاين 400 درهم ما كاين لا 450 لا 500 درهم الوحيد اللي يدير هاد الثمن في المغرب بهاد التنبات بهاد الطريقه مشارجي 400 درهم هما تبارك الله ما شاء الله كاين اكثر من خير وجود والوار كثار تبارك الله الزواقات كيدير لنا اختي مريم كثار بزاف الوار كثار بزاف وفي الالوان ودابا اختي مريم هاد واحد الجليبات غراب اختي مريم كاينين غير عند ازياء هيبه بالسفيفه بلديه شي حاجه خياليه النوار كتبدل غير السفيفه اللي كتبدل بالالوان شوف تبارك الله هاد الديزاين والخدمه كي داير كاين نقيه هادي السفيفه بلديه ديال الدار بالدبانه شي حاجه غزاله في الكريب الاوريجينال وبالطريسنات اللي تيتبدلوا كتجي فكره جديده هذيك صاله ايفازي ايفازي كاينه النوار في النوار شوف معايا اللون في اللون اللون باللون وكاينه نوار بالبلوغوا وكاين نوار بالتركواز كاع اليوم الثمن ديالها الثمن ديالها اختي من 450 درهم ل 300 درهم 300 درهم هذه ما عمرها كانت ما عمرها كانت السيفه بلديه وحاجه بالدبانه ب 300 درهم وهذه ندوزوا لاخر ما كاين في التبات شوفوا لي بارك الله ما شاء الله ها حبس شوفوا لي يا البنات اخر ما كاين في التنبات بالبليغه ديالها جلابه بالبلغه ديالها شوفوا لي شي حاجه شارجي تبارك الله ما شاء الله ما عرفتش كي جايه هابطه السلته داكشي بالعروشه من الفوق ومن التحت وفي الكميم وجاي مخزاني على فكره حتى في الكتاف معمرين بالتلبات شوف الكتيفات حتى هما دايزين التلبات تبارك الله ما شاء الله هانتوما شري جلابه حقيقيه هزه واحد 500 درهم ديال التلبات بلا توب بلا خياطه الثمن اليوم 450 درهم
بالبلغه ديالها بالبلغه حيدنا منهم 50 درهم من 500 درهم 450 جلابه 450 درهم بالبلغه ديالها البنات شوفوا معايا بالبلغه ديالها 450 درهم ختامه مسك كما كنقولوا دائما كاين واحد المفاجاه اختي مريم عاود هذه جلابه ديال الكريب جلابه ديال الكريب وري بحال شي هذه الزواقه الزواقه ديال الكوزه باش يعرفها هذه زواقه ديال واحد خويا انور نسينا المفاجاه اللي كنتو مفاجاه غادي نوريوها ليه دابا انا علمت السالي وداب هذه زواقه بس هي المفاجاه اللي كيتسناو فيها معايا الزويقه هذه زويقه بلديه ديال الكوزه شي حاجه مليحه هذه القياسات القياسات فيها بالسرول حتى الطروا اكس وهادو هما اللوينات اللي كتبنا لها شي طين شوف بحال هاد الالوان بحال بحال لا بحال هاد الالوان طاني انا بالغول هذا الثمن ديالهم اليوم اخويا انور 280 درهم 280 درهم 280 درهم الزواقه هذه بالخصوص اختي مريم غادي نقصوا فيها 10 درهم 270 درهم 270 درهم البنات هاد الزواقه ممكن تكون الالوان كاين هاد الزواقه هذه حتى هي هادو كاملين 270 كلشي 270 هادشي هادو 270 درهم اليوم وكاينين زواقات مختلفين البنات زواقات مختلفين اختي مريم 270 درهم جميع الزواقات لنا خويا الوان خليكم معنا البنات غندوزو المفاجاه الاخيره اللي موجد لينا انور شفتي الحلوه خويا حلوه العيد حلوه ديال الجلابه اختي مريم ها اختي مريم الجلابه ديال الراندا العشاق الراندا ها هي يلا وجدت كانت ما تسالت لينا وجاو المتتبعين ديالنا سولوا عليها وكانت تسالت ولكن اليوم جبناها بقوه شوفوا لي البنات هذه كي دايره شوفوا لي هذه الحل هذه هذه جيب لي هذا اللون انا بعدا سطاني هذا هذا اللون هذا برونز كلير شوفي معايا برونز شوفي معايا شوفي معايا الطريقه ديال التنبات شوفي معايا شوفي معايا الرانده ديال العقيق بالايد هذا الرانده ديال العقيق هذه راه مخدومه بالايد على فكره ضربه ضربه ماشي قالو شو تبارك الله كي كتبان جلابه حقيقيه يا اختي خلينا خويا السيشه هذاك الجلابه نوريكم الالوان هذه مخزانيه ولا ايفازي ايفازي من احسن الجلالب اللي كاينين هما هذوك جلابه ديال الرانده ديال العقيق بالليد تبارك الله اللوينات البنات اول مره جون شوف معايا الجون كاناري اختي مريم شوف معايا الجون كاناري اللهم بارك اللهم شاء الله اللون كاين سي فلان هذا اللون غريب تبارك الله اللون اي واحد غيزعم غيصوب هذا اللون الا ازيائي الجون كاناري شوف تبارك شوفوا لي اللي هذا الجون خاصو فيه نوريهم هذا الموديل هذا عاود هذا موديل غريب هذا الموديل هذا هذا الدبانه بجوج الالوان هاد الدبانه بجوج الوان شوفي معايا شوفوا لي هاد الدبانه اللهم بارك الله الله شو هاد لورونج شو هاد لورونج لورونج بالاوبرجين ساق الوان ساق الوان ساق الزيت وري مرة الزيت ديال الزيت لا مصطفى مسكين مع الصوم فاجئتيه بالصوم تفاجئ بالصوم اليوم ما يجيكش غير هادي شحال غدير ليها؟ 300 درهم اختي مريم 300 درهم شو الباغ شو الباغ الباغ انا الباغ بالاورونج اللهم بارك 300 درهم البنات اليوم بلاتي نشوف جبانه بالالوان جبانه بالالوان شوفوا يدي كثرنا عليك اختي مريم انا دخلت مع الدين كثرنا عليك ولا ليه ولا فتيحه كاينه في قدام شوفوا لي عاوتاني هذا اللون هذا تبارك الله ما شاء الله هو لابسه الموديل ديالنا ولبساتو في الترابي الترابي ها هو الشيء ها هو غزال تبارك الله ودابا اختي مريم المفاجاه المفاجأة اللي غيوجد لينا أنور اليوم خويا سفيان اختي مريم تبارك الله ما شاء الله عليك اختي مريم دابا كاينه واحد المفاجأة خطيرة جدا في الآخر ديال الفيديو ختامو ميس خليكم معايا اختي مريم غندوزو المفاجأة اللي قلنا كيف كنقولوا ديما حيتاش المفاجأة اختي مريم كنا كنديروها في الأول ديال الفيديو دابا ولينا كنديروها في الآخر ديال الفيديو هذه مفاجأة العيد مفاجأة العيد في الاخر ديال الفيديو ماشي غير لبس القفطان مع ازيائي شوفوا لي معايا اختي مريم قفطان ديال الكريب دوسوا ديال الحرير الطايح كريب الخفيف شوفوا لي تبارك الله بالمرمى بالتنبات شي حاجة غريبة شو هابط التنبات تل تحت مريم وكاين المرمى في الفتحة والثمن خيال يا اختي مريم هذا بالحزام ديال بالحزام ديالو اللي طايح متوفرين من السمور 4 اكس ال والكمية كثيرة فيه وفيه أكثر من قرب اختي مريم أجي عندي اختي أجي عندي شوف القفيطان كي داير بالتنبات بالعقيق والثمن الثمن الثمن 150 درهم والله الا دار 3000 ريال 150 درهم
دارها قالك موجوده ماشي قالك غندير مفاجاه كبيره دارها مفاجاه كبيره في الاخر ديال الفيديو وتسناو الفيديو حتى الاخر كاين مفاجاه كبيره 150 درهم الطان ديال العيد الطان ديال العيد عند ازياء هبه ب 150 درهم زيدي شاده معاه ها هو اللي بغى يدير الجول اللي ما بغاش شوف اللي مريم بس الطان ديال العيد وسير صاله العيد ودعي مع ازياء هبه اليوم ازياء هبه لبسكم قفطان ديال العيد ب 150 درهم والكميه شوفوا اجيو معايا اجيو معايا رجع باش تجي شويه يا اختي بنت تجي شويه شوف 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 الكميه البنات شوفوا الكميه هادو شوفوا ليا ما كناش كنديروا فيهم الجمله دابا فيه الجمله فيه الجمله قفطان ديال 150 درهم اللي بغاه بالجمله نعطيه ليه 150 درهم البنات 650 حبه نردوا كاع الادوار ها انتم شوفوا لي الالوان البنات والقياسات ديال نهار العيد ديال نهار العيد فيطاي ديال نهار العيد عند ازياء هبه ب 3000 ريال 3000 ريال اليوم لباس الدرويش ما جبتش الشطه لباس الدرويش كلشي لباس الدرويش نهار العيد دارها كلشي الوالدين اللي لبسوا العيالات اللي لبسوا الازواج اللي لبسوا كلشي لباس حنا غنتسناهم الدعاء يدعيو معنا نهار العيد اللي يمشي يصلي صلاه العيد يدعي مع ازياء هبه لبسات مقطان ديال 150 درهم والجلابه ديال الجلابه ديال 150 درهم كلشي موجود يلاه بغينا الدراوش حتى هما يلبسوا معنا اليوم كلشي يلبس درنا الكميه باش كلشي يجي يتقدى القطان عند تبارك الله ما شاء الله البنات شوفوا لي نجيبوا الكميه باش كلشي اللي شوفوا لي البنات هذا النيود هذا حيت قبل كانت تيجي بنادم اختي مريم وكنردوه كان تيبقى فينا الحال الصراحه دابا كاينه الكميه باذن الله اللي جا ما غيرجعش لنا الكميه دابا باذن الله اللي جا ما غيرجعش تبارك الله ما شاء الله البنات هانتوما الكميه موجوده اختي مريم هانتوما البنات شوفوا لي تبارك الله البنات هانتوما خليكم معايا باش نوريكم راه السلعه موجوده جيو مرحبا بكم هانتوما حاولنا نوريكم كل شيء ملي ساليو لا فيديو البنات جيو طويو معنا وستفو معنا هادشي كامل لا هما غير يشوفوا بعيناتهم حنايا تبارك الله حنا تبارك كلها على حسابنا حنا ماشي ماشي خساره فيهم ونجي ونحلوا ليهم ونوريهم ونقولوا القياسات ونقيسوا مرحبا بهم وكنقولوا لهم هادشي وحنا فرحانين اختي مريم اقسم بالله كيستاهل يستاهل فرحانين خدمه كنديروها عادي اللي جا نولي خدمت ما كنديروها وفرحانين اختي مريم هانتوما تبارك الله ما شاء الله البنات هانتوما الكميه راها موجوده سارعوا وبالنسبه للجوهره اختي مريم ثاني كيما هضرت لك كاينه جوهره جوهره موجوده عندنا جوهره بقوه اصلا ازياء هبه معروفه بجوهره جوهره كيف قلنا ديال الحرير دابا كاين دابا مناسبه ديال العواشر الناس غيجيو من العمره غيبغيو يتقداو جوهره باش يعطيوها كادوات ها هي جوهره بالثوب ديالها مخيطه بالثوب ديالها 350 درهم هما غادي يبقاو يعطيو هدايا للناس ها هي كاينه ها هي جوهره ديال 350 درهم طروزه ب 350 درهم مخيطه ناضيه تبارك الله ما شاء الله ها هو 350 درهم شوفوا لي هذا اللي هزها هجر جوهره كثير تبارك الله ما شاء الله 350 درهم كونتيتي كبيره اختي مريم كونتيتي كبيره شحال ما بدا بنادم كونتيتي كبيره والكاليتي وخدمه نقيه خويا انور كان ب 500 درهم ودرنا 400 درهم دابا 350 درهم على هاد العواشر هادي تبارك الله ما شاء الله ديال العين 350 درهم جوهره كلها بالسير ديالها كلها 150 كلها خويا انور وصلنا لنهايه الفيديو هاد الكلمه الاخيره للمتتبعين ديالنا اختي مريم مرحبا بالمتتبعين ديالنا كاملين والف مرحبا ونتمنى لهم السبت ان شاء الله باذن الله كاينه واحد الهوته كبيره بزاف 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 واللي ما لبسش جلابه يجي عند ازياء هبه يلبس جلابه وازياء هبه معروفه للعالم ومرحبا بهم والف مرحبا تحية الجالية المغربية حتى هما اختي مريم كان عندنا الضغط كبير كبير غير سمحوا لينا البنات سمحوا لينا اللي ما جاوبهمش ولكن هاد السيمانة درنا لهم ربعة ديال النوامر خصيصا يجاوبوا غير التليفون أكيد ما يخدموش كاع بالمباشر يلا البنات نخليكم هنا ومرحبا بهم عواشرهم مبروكة وكاين قفطان ديال العيد ب 150 درهم عند ازياء هبه وجلابة 150 درهم يلا البنات كلشي الهاوته اختي مريم وتبارك الله هاتي شوف الكونتيتي موجوده تبارك الله ما شاء الله عامر زال ديبو عامر اختي مريم وعاد نصوروا ان شاء الله باذن الله عاود القفطان والتكشيطه الهوته خليكم معنا البنات نخليكم هنا البنات وبسلام عليكم ضغط يا اختي مريم ضغط هذا هو وقتنا اليوم الله يسخينا بهم علاش كنسخوا بهم اختي مريم هذا السبت مرحبا بهم كامل المتتبعين ديالنا مرحبا احنا هاد السيمانه كامله كاين الصور
هو صوت محدود. حدوا العيد ان شاء الله وغادي تبدل الاثمنه. بغيناكم كاملين تستافدوا البنات. السلام عليكم. السلام عليكم متابعي قناه مريم شانيل، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم الفيديو في احسن الاحوال. البنات اليوم كاينه السولد والهوت عند ازياء هبه، جلابه البنات من 150 درهم. السلام عليكم خويا سفيان. سلام اختي مريم، كي داير اخويا لاباس عليك؟ صحتك لاباس. اليوم جلابه، اليوم الجديد عند ازياء هبه والمفاجاه الكبيره جلابه ديال 400 درهم 150 درهم 150 ريال القفطان. ما عمرها كانت وما عمرها ما غتكون جلابه ب 150 درهم. ما خير الكونتيتي البنات. اجي معايا اختي مريم، شوف هاد الزواقه اللي جات الاخ هاد الزواقه عاود جلابه ديال 300 درهم 150 درهم. براكم اليوم الله يسترو جلابه غير 150 درهم لاول مره. شوف هاد الزواقه اللي جات الزواقه حتى هي والكميه البنات. جلابه ديال المرمه ديال 400 درهم 180 درهم 180 درهم. جلابه المرمه 180 درهم. شوفوا لي البنات كاينه حتى جلابه هكا بالمرمه. شوفوا لي هذيك هادي الثمن ديالها اختي مريم. هادي الناس عشاقين. شوفي معايا اختي مريم الجلابه، شوفي معايا شوفي ديال الجلابه تنبات كي دايره تنبات بالايد. الثمن ديالها اليوم اخويا سفيان هادي كانت ب 450 درهم ليها 300 درهم 300 درهم البنات. جلابه ديال راندا كاين جوهره كاين تنبات. دخلوا القناه مريم شانيل غتلقاو الفيديو كامل البنات. اليوم غير تفرجوا فينا في يوتيوب مريم شانيل. اليوم واحد تسناو الفيديو بان ما لقينا واحد الهوته كبيره بزاف. حنا درنا لبات الاعلان في تيك توك باش تسناو واحد الفيديو، كاين واحد الهوته كبيره بزاف اليوم. وبالنسبه للقفطان حتى هو اليوم غيكون عندنا ب 3000 ريال ياك. مرحبا. شوفوا لي كل شيء موجود، كل شيء كل شيء حتى القفطان البنات. شوفوا لي القفطان 150 درهم جوهره جلابه اللون في اللون تبارك الله ما شاء الله انواع جلال. شوفوا معايا هانتوما تبارك الله اليوم 150 درهم. بغيتي النوار خذي حتى 20 بياسه الناس الجمله مرحبا والناس التقسيط حتى هما مرحبا بهم. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله راه عنده جليل بات البنات تيحمقوا. جيو المحل. بالنسبه للمحل راه كيتواجد في كازا درب سلطان قيصريه الحفاري جا وحده مدرسه انقره ملاصقين مع باتيسري سراس كازا نيشان حتى الكاش بليس هبط مع الزق. راه عندو تبارك الله خمسة المحلات غير هنا في حدا قصرية قصرية حفاري. قصرية حفاري باينين معروف من أزياء هبة معروفة. ديروا أزياء هبة البنات غتطلع لكم في اليوتيوب. باي باي وتهلاو بحالكم ومرحبا بكم. اليوتيوب اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله.